منذ فاز حزب العمال في الانتخابات البريطانية الأخيرة، وبمجرد أن أصبح زعيم الحزب كير ستارمر رئيساً للوزراء، تعهد بالوصول إلى اتفاقية تجارية عادلة مع الاتحاد الأوروبي، واتجهت أنظار المؤيدين والمعارضين للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي إلى ما سيحدثه ستارمر من تغييرات على مستوى الاقتصاد. تقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية يلقي الضوء على الانقسام الذي من الممكن أن يحدثه مشروع قانون المنتجات الذي يطبخه ستارمر على نار هادئة، والذي سيفتح الباب أمام التوافق البريطاني مع الاتحاد الأوروبي ويمنح الحكومة البريطانية سلطة الاعتراف بقواعد سلامة منتجاته. من المحتمل أن يجعل مشروع القانون الجديد الحياة أسهل للشركات التي تريد التجارة في كلتا السوقين واستخدام أجزاء الاتحاد الأوروبي في سلاسل التوريد الخاصة بها، ولكن هذا بالفعل يثير مخاوف مؤيدي خروج بريطانيا الذين يعتزون بالسيادة البريطانية. المؤيدون للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي غاضبون من النهج الجديد لحكومة ستارمر. صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية وصفت خطوات ستارمر بأنها خيانة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يرى حزب الإصلاح البريطاني أن فكرة التشريع هي إرغام الشركات الإنجليزية على الامتثال للتشريعات الأجنبية.